أخت لي توفيت وتركت ابنا لها، فهل الولد يأخذ ميراث أمه؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن هناك وارث غير الابن فإنه يحوز ميراث أمه كله بالتعصيب، أما إذا كان معه أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم، وما بقي فإنه يكون له إن لم يكن معه مشارك من نخوته وحواسه، إذا لم يكن معه مشارك فإنه يحوز المال إذا لم يكن هناك وارث، إذا لم يكن هناك وارث غيره، أو يأخذ مع ألقى الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض. جزاكم الله خيرا.